سأكون أول من يدير العجلة. كم أنا محظوظة! أنا فقط أحب النقانق. إنه لأمر رائع أن أحصل عليهم. بتعبير أدق، نقانق ضخمة. والآن سأكتشف ما اللذاذة التي سأحصل عليها. اللعنة، أردت لذاذة وليس شيئاً مقرف. ربما لم يفت الأوان لتحريكها. لا، لن أسمح لك. هل تريدينني أن أكل هذا الهراء؟ مقرفون ومخيفون. لا، لن أفعل. أنا بالفعل خايفة جدا منهم. إذا كنت لا تريدي، إذا لديك عجلة العقوبات. لا، أفضل الصراصير. على الرغم من أنهم لا يتناسبون مع البيتزا الشهية على الإطلاق. أوه، هاجموا ذراعي. لا، لا أريد ذلك. جولي، ماذا تنتظري؟ هيا حان وقت النقانق. أنا موافقة تماماً. الآن سأصنع بيتزا من الهوت دوغ مع هذا السشخ اللذيذ. انظري فقط، كم هي كبيرة ولذيذة. لم أتذوق أي شيء أفضل. السشخ يكمل طعم البيتزا بشكل مثالي. ألذ من الهوت دوغ العادي. جولي، أنت تجبرينني على تناول قضمة لذيذة. بالطبع سأفعلها بكل سرور. ماذا تفعلي؟ من سمح لك بلمس النقانق والبيتزا؟ هيا أعطني الهوت دوغ أيضا. كنت أن تأكلينها كلها. هيا كلي الصراصير الخاصة بك. لا أريد، هناك الكثير منهم. من الواضح أنهم يريدون أكل البيتزا. واو، مجموعة كبيرة فعلا. دعينا نبعدهم جميعا. اسمحوا لي على الأقل أن أخذ لقمة واحدة من البيتزا. واو، لم يتركوا شيء تقريبا. حسناً، هذا أكثر ملائمة. لقد أكلت لتوها صرصور. يا له من كابوس. يبدو أنه استقر في فمي. أوه، ابتعد. ميلا لديها مملكة صراصير في فمها. هل يمكنني أن أكون أول من يدير العجلة؟ أتساءل ماذا سيكون لدي في هذه الجولة؟ أوه لا، لا، ليس الديدان. سأكون سعيدة بمضغ العلكة وليس الديدان. هاي، أنا أحب الهوبا بوبا. حان دوري الآن لتدوير العجلة. ليس عادلا. لماذا لديها علكة ولدي أقدام الدجاج؟ هذا مقرف ومخيف وسيء. نعم، أنا لا أحسد. من الأفضل أن تأكلي بسرعة. فعلا، ماذا أنتظر؟ حان الوقت لنشر العلكة على البيتزا لجعلها جميلة ولذيذة. إنها مشرقة وطويلة، لذلك ستتألق البيتزا بالتأكيد بألوان جديدة معهم. أنا متأكدة أنه سيكون رائع. تادا! حسنا، كيف؟ أعتقد أنه مذهل. نعم، يبدو رائعا، ليس مثل أقدام الدجاج. بالمناسبة، خطرت لي فكرة رائعة. سوف تفرح ميلا بالمسحة التي توصلت إليها. ما هذا الهراء؟ لا، هذا كثير جدا. سيكون من الأفضل لو لم تدفعي هذه الأقدام علي. هيا ضعيهم على البيتزا، ستكون أكثر فائدة. ولماذا يجب أن أعاقب؟ يمكنني الاستمتاع بطعم البيتزا، لكن لابد لي من الاختناق من أقدام الدجاج. حسناً، كيف؟ هل يعجبك؟ هل هي بيتزا لذيذة؟ هل تمزحون معي؟ هيا كل البيتزا الخاصة بك. سأكل البيتزا الخاصة بكل سرور. كم هذا رائع! لم يكن لدي فكرة أن العلكة والبيتزا يشكلان شيء غير واقعي. إنه لذيذ جدا، لا أريد التوقف. أفضل بيتزا في العالم. الآن حان وقت الفقاعة الضخمة. واو، إنها فعلا كبيرة جدا. كلما كبرت الفقاعة كبر الانفجار. ماذا حدث؟ أين أنا؟ لا أستطيع رؤية أي شيء. هذه فرصتي للتخلص من كل أرجل الدجاج. أكل البيتزا بدونها ألذ بكثير. جولي، هل تعتقدي أنني لم أرى شيء؟ لقد رأيت. ولأنك غشيتي، عليك أن تواجهي عجلة العقاب. أتمنى أن أحصل على شيء جيد.
مطر، هذا لطيف. لكن ماذا لو كان مطر أقدام الدجاج؟ ساعدوني، أنا مغطاة بهذه الأقدام السيئة. جولي، تبدين مضحكة جداً. دعونا نرى ماذا ينتظرني هذه الجولة. نعم، أنا محظوظة. حان الوقت للعيون السكرية. لا يمكن أكلهم فقط، بل يمكن أيضاً اللعب معهم. انظري ميلا، لدي عيون على أصابعي. مضحك. حان الوقت لتجربة العيون. حسناً، كيف؟ هل هم لذيذون؟ جداً. أنا متأكدة من أن البيتزا ستكون رائعة. أريد شيئاً لذيذاً. لا، أخطبوط. إنهم صغيرون جداً، لزجون ومقرفون. لا أستطيع أن أتخيل مدى فظاعة البيتزا. أتخيل أنها ستكون مقرفة، لكن هنا لا يمكنني أن أخطئ. أنا متأكدة أن البيتزا بعيون مربى البرتقال ستكون لذيذة، حتى أنها تبدو ممتعة ولطيفة وحلوة. لنتذوق. كم هو لذيذ، لا أستطيع التوقف. شهي. لن أقول لا لمربى البرتقال أيضا. انظري هذه العين التي ستظهر في فمي. جولي، أنت تتلعبي كالعادة. أنا فقط في مزاج جيد. عزيزتي، لماذا لا تأكلي؟ لقد تمنيت بالفعل ألا تتذكرينني. لا أريد حقا تجربة هذه الأخطبوطات. آمل ألا يلتصقوا بي من الداخل. ميلا المسكينة، تجعلني أشعر بالسوء. بالطبع، هذه أخطبوطات لديها مصاد ويمكن أن تلتصق باللسان. جولي، هل تعتقدي أن هذا مضحك؟ ليس عليك الضحك، الآن سأريكي. ما كان ذلك؟ كيف تجرئي؟ الآن أنت تعرفين أن الأخطبوط ليس شيئاً مضحك. لقد فعلت ذلك عبثاً. انتظري، الآن سأحشو البيتزا في فمك. بعد ذلك بالتأكيد لا يمكنك الهروب من كل هذه الأخطبوطات. خذي هذا. مقرف، مقزز. جولي، أنت قاسية جداً. لا، هذا عادل. شهية طيبة. دعينا نقرر من سيبدأ. هي، لقد ربحت. سأكون أول من يدير العجلة. نعم، أنا أحب البطاطس المقلية. هل تحب الصراصير أيضا؟ سوف تحصلي عليهم. جولي، ليس عليك الغش. أعيدي العجلة إلى الوضع التي كانت عليه، أو علي أن ألجأ إلى عجلة العقاب. حسناً حسناً. ها هي البطاطس، هناك الكثير، ورائحتهم لذيذة جداً. أريد أن ألتهمهم في أسرع وقت ممكن. جولي، حان دورك الآن لتدوير العجلة. بالضبط. آمل أن يكون شيئاً لذيذ، شيئاً لذيذ. لا، أي شيء إلا الثوم. إنه كريه جداً. عجيب، لم يأتي شيء، لذلك لن أضطر إلى أكل أي شيء. انظري بدقة أكثر. في الواقع هناك رائحة تأتي من هنا. اللعنة، علي أكلهم وليس وضعهم على عنقي. أحتاج أولاً إلى تقشير الثوم. حسناً، لدي علبة خاصة لهم. أحتاج أولاً إلى وضع كل الثوم هناك. أغطيها وأشغلها. في غضون ثوانٍ يتحول الثوم إلى ثوم مقشر، ويمكنني الرسم على البيتزا به. قلب رائع. فكرة عظيمة، وبمساعدة البطاطس سوف أرسم هذا الوجه الضاحك. ابتسامة لطيفة. الابتسامة أفضل من القلب. حسناً، لقد قلتيني. لا شيء يمكن أن يكسر قلبي من الثوم. الآن أنت بحاجة إلى أكل هذا القلب. كيف سأكله؟ القلب جميل جدا. هيا، وقت عجلة العقوبة. اللعنة، لست محظوظة على الإطلاق.
ليس علي أن أتناول البيتزا بالثوم فحسب، بل سأقوم أيضاً بإعداد كوكتيل منها في الخلاط. لدينا خلاط، إذن أنت محظوظة. أنا أيضاً أتساءل ما الذي سينتج عن هذا؟ أعتقد أنه سيكون شيئاً قبيحاً جداً. الآن سوف نكتشف. إذا تقيأت فإن ميلا هي المسؤولة. هذا الخليط سيجعلني أشعر بالمرض بالتأكيد. نعم، يبدو قبيحاً حقاً. رائحتي كريهة جداً كالقمامة. أمسكوني، أنا أسقط. لا، الثوم قتل ميلا. رهيب. أنا هنا، أنا بخير. واو، حتى البطاطس المقلية انتهى بها الأمر على وجهي. ما أجمل هذه الكعكات. أنا مستعدة لاختيار الزينة الخاصة بي. واو، ديدان صمغية سكرية روعة. ميلا، انظري فقط كم يوجد. الآن حان دورك لتدوير العجلة. أخشى أن أحصل على شيء أقل طعماً. كنت أعلم، الديدان الحقيقية مثيرة للاشمئزاز. مقرفة، كم هي فظيعة. لا أستطيع حتى أن أضعها على كعكتي. عليك القيام بذلك سواء أعجبك أم لا. هيا، سأغمض عيني حتى لا أراها. يا أمي، إنهم يتحركون، هذا أمر فظيع. لكن لماذا قليل جدا؟ عليك أن تضعي كل شيء. لم أعتقد أنك قاسية جدا يا كيت، اعتبرتك صديقتي. نعم، هذا ليس أفضل مشهد، لكنه ليس خطأي، هذه هي القواعد. لا أريد أن أضعها في فمي. تتحرك الديدان، بالتأكيد لا أستطيع النجاة من هذا. مقزز. أنا بحاجة لأكل هذه الكعكة بدون زينة. لا يزال مقرف، أنا غارقة في طعم الديدان. هناك شيء يزحف على وجهي. لا، إنه ديدان مرة أخرى. كم هذا مخيف، لقد تمكنوا من الزحف على شعري. متى سينتهي كل هذا؟ هل يمكنك أن تكوني أكثر حذراً؟ طارت الدودة أمامي. من الجيد أنك أكلت كل شيء، بقي الديدان السكرية فقط. لا يوجد زينة أفضل. أنا متأكدة أنهم سوف يزينون كعكتي ويجعلونها أفضل وألذ. انظري كم هذا جميل، هل ترغبي في التجريب؟ يبدو رائعاً فعلاً. كم هو لذيذ، ليس لديك فكرة. أنا جاهزة لأكل هذه الكعكة دفعة واحدة، لا يوجد مزيج أفضل. كيت، هل يمكنك أن تعطيني قطعة واحدة على الأقل؟ بالطبع لا، لا تتأملي حتى. لم أتوقع أي إجابة أخرى. حسناً، لا مشكلة، سأعلمك درساً يا صديقتي. ما هذا الهجوم؟ يمكنني الدفاع عن كعكتي؟ دعينا نرى من هو الأقوى، سوف أحمي نفسي. أنت دافعي وأنا سأهاجم. هذه ضربة؟ أنت جيدة؟ من أجل كعكتي أنا مستعدة لفعل أي شيء. لقد خسرت، لن أتمكن من تذوق الكعكة. سوف أتذكر هذا لك، لكن لدي خطة جديدة. ماذا تفعل يا ميلا؟ دعيني أذهب. الكعكة كلها لك الآن. ممتاز، أنت متسخة. أنا مستعدة لتدوير العجلة مرة أخرى. أنا في مهب الريح الآن، يا لها من ريح قوية. لا، مستحيل، هذا فلفل حار. أخيراً حصلت على شيء سيء وليس على لذاذة. دعونا نرى كيف ستتعاملي معها. أنا متأكدة أنني محظوظة هذه المرة. لديك عين سكرية، ليس عادلاً. وماذا في ذلك؟ كل شيء عادل، هكذا تقرر القدر. انظري كم تبدو هذه العيون السكرية على كعكتي. يا إلهي، أفضل مزيج من النكهات. سوف أتذكر هذه الكعكة للأبد. أريد أن أجربها أيضاً. ماذا؟ لا، أنت لم تشاركي معي ولن أشارك معك. مجنونة، كنت أن تؤذيني. لكنك الآن بالتأكيد لن تتعدي على كعكتي. ولماذا أحتاج إلى هذه الشوكة؟ سوف آكل بيدي، مذاقها أفضل. وإلى جانب ذلك، يمكنني وضع الكثير في فمي مرة واحدة. أتخيل كم هذا لذيذ. ليست كعكة بل حلم جميل. أنت على حق،
لكن هناك عيبا واحدا فقط، لقد انتهوا بسرعة، لم يتبقى سوى هذه العين، سأرميها وألتقطها في فمي. أوه لا، لقد فقدتها، لا أفهم كيف حدث ذلك. هدية القدر الحقيقية، تمكنت من تجربتها. الآن كلي كعكة الفلفل الحار الخاصة بك. شكرا على تذكيري. حسنا، لنبدأ بالزينة أولا. اتضح أنه جيد، انظري إلى هذه الألوان الجميلة. الآن دعينا نتعرف على مذاق الكعكة. يمكن الاستغناء عنها؟ يبدو أنه يجب علي ذلك، يجب أن أجرب. أشعر بالفعل بالحرارة، أنا لا أحب الفلفل الحار. لماذا قليل جدا؟ خذي عدة قطع مرة واحدة. سترين، لن يأتي منه شيئا جيدا. لا تحاولي أن أشفق عليك، ستأكلي حتى النهاية. انتهيت، أتمنى أن تكوني سعيدة. أو لا، إنه يبدأ، أنا على وشك إشعال حريق. يا أمي أنا مشتعلة. يبدو أنني بلغت في الأمر، ما كان يجب أن أجعلها تأكل كل الفلفل. انتظري يا كيت، سأسكب الماء عليك. كم هذا جيد، شكرا. حان دوري لتدوير العجلة أولا. واو صبار، لكنه شائك جدا، كيف سأكله؟ انتظري لحظة، في رأيي هناك خطأ، لقد توقفت العجلة على البطاطس. حسنا حسنا، لا غش، هذا صحيح، لا تخدعينني حاليا. أنا أقوم بتدوير العجلة، يخبرني حتي أنني سأحصل على شيء لذيذ. العلكة لم تخذلني. واو، العديد من الأصناف، هل يمكنك أن تعطيني واحدة منهم على الأقل؟ حسناً لا، أريد أن أجرب كل شيء بنفسي. أعتقد إذا قمت بدمج الألوان سيصبح كل شيء جميل ومشرق. يا إلهي، رائحتها شهية، بالكاد أستطيع كبح نفسي عن أكلها. اتضح أنها رائعة جداً، أود الحصول على هذه الكعكة. ليس من الضروري استخدام كل العلكة للزينة، يمكن أن أكل بهذه الطريقة. أنت على حق، انظري لدي قلب. واو لطيف، أعتقد أنه سيكمل الرسم بالكامل بشكل مثالي. هذا عبقري، أنت مصممة ديكور رائعة. شكرا لك. أخيرا حانت اللحظة الأهم، يمكنني تجريب ما حصلت عليه. ليس لدي شك في أنه لذيذ للغاية. أوه نعم، أنت على حق 100%، لن أتوقف حتى آكل كل شيء. كيت، أنت قذرة ومتسخة، أين الإتيكيت؟ أعترفي بذلك، أنت فقط تغارين مني. لقد نسيت تماماً أن العلكة يمكن أن أنفخ بها فقاعات. ربما عليك التوقف الآن، هذه الفقاعات تخيفني، إنها كبيرة جداً. حسناً، هذا كل شيء، لابد لي من وضع حداً لها، آسفة. ماذا فعلت يا ميلا؟ بسببك أنا كلي بهذه العلكة، محرج. لكن هذا خطأك، لقد طلبت منك التوقف. أوه يا له من صبار شائك، لا أستطيع أكله. هيا، إنها مشكلتك. لدي فكرة، سأحاول أن أجعلها تنبض بالحياة. أخشى أن هذا المقص لم يصلح، أنا بحاجة لشيء أصغر. هذا أيضا كبير، لكن هذا المقص مناسب تماما. حان الوقت لقص شعر هذا الصبار، من الواضح أن هذه الأشواك لا تناسبه. ما هذه الخطة؟ متألقة؟ شكرا لك، آمل الآن أن أتمكن من أكل كعكة الصبار الخاصة بي دون أي أذى. لكن هذا يدوم لفترة طويلة، أنا بالفعل أغفو. استيقظي. كيف تجرؤي؟ لقد ألمتيني. بدلا من ذلك زيني الكعكة وتناوليها الآن. لقد توصلت إلى فكرة، أحتاج إلى فرك الصبار الخاص بي على مبشرة، ثم سيكون أكثر ملائمة لاستخدامه للزينة. انظري، الآن الطبقة متساوية، لقد قمت بعمل رائع. سعيدة من أجلك، حان وقت التذوق. الصبار مرير بعض الشيء، لكنه ليس سيئا بشكل عام. هذا عظيم. لماذا أنا غير محظوظة بيتزا واحدة فقط؟ لأن البقية لدي. كلا كلا، لدي كل البيتزا، فقط انظروا إلى هذا البرج. أوه، لديك عمود ضخم من البيتزا ولدي واحدة فقط، ليس عادلا. توقفي عن التذمر، من الأفضل أن تبدأي في الطعام حالا. آمل أن تكون البيتزا لذيذة على الأقل. بالتأكيد تبدو فاتحة لشهية أكثر من غيرها. لذيذة، فقط شهية. وكم يوجد جبنة، أنا أحب الجبن.
مهلا، احذري. انا لست كيس قمامة بالنسبة لك لترمي علي. حسنا، خذي هذا. لم افعل ذلك عن قصد. اريد ان اتناول البيتزا بسرعة ايضا. منظرهم يثير اللعاب. توصلت إلى طريقة لتناول الطعام بشكل أسرع وأكثر راحة حتى لا تتسخ يدي. واو. مرة أخرى. يا إلهي، لم أكن أعتقد أن أي شخص يمكنه فعل ذلك. كيف فعلت هذا؟ البيتزا لذيذة، لذلك يمكنني فعل ذلك. أوه، ماذا حدث؟ يبدو أنك الآن بالتأكيد لن تصلي إلى البيتزا، لكننا نحن لن نرفضهم. أنا بحاجة ماسة إلى العودة إلى طبيعتي. أين البيتزا الخاصة بي؟ من سرقها؟ حقا، من يجعل ذلك؟ يا لكم من لصوص، كيف لا تخجلون؟ لا نخجل على الإطلاق، لأنني أفكر فقط في كيفية أكل البيتزا الخاصة بي. حسناً، البيتزا اللذيذة لدي، حان الوقت لالتهامك. ربما لا يجب أن تأكلهم من القاعدة. ما الذي يمكن أن يحدث؟ هذا هو، لقد قلنا لك. نعم، كان هناك سقوط بيتزا حقيقي. لماذا هذا العقاب لي؟ أنا أكره الثوم. ومن يحبه حتى؟ لم يحالفكم الحظ، أنا لدي ثومة واحدة فقط. لماذا تضحكي؟ أنت أول من سيأكل. بكل سهولة، أنا لست جبانة، لذلك سأتعامل معها بسرعة. الشيء الرئيسي ألا يغمى علي. يبدو أنني بلغت في تقدير قوتي. هذه القمامة غير واقعية بكل بساطة، يكفي بالنسبة لي. ماذا؟ يجب أن تنهي كل الثوم. لدي هدية لك، عصارة الثوم. يمكننا وضع كل الثوم فيها وعصرها في فمك. لا أريد أن أمرض أو سيغمى علي. لم أكن أطلب منك، هيا افتحي فمك. هذا فقط مقرف. أشعر وكأن قطة في فمي. الآن أنتم تفهمون ماذا أعني. أوه، أنا حتى أستطيع شمه. كم هذا كريه الرائحة، مرعب. من الجيد أن لدي دائما علكة لمثل هذه المناسبات. شكرا جزيلا، لن تضطر إلى شم شيء بعد الآن، ولن أضطر إلى المعاناة. أليكس، حان دورك لأكل الثوم. لماذا أكله؟ انظروا إلى هذه القلادة الرائعة التي يمكنني أن أصنعها منه. توقف عن العبث، عليك أكله. أوكي. حسناً، لكن أولاً أحتاج إلى التخلص من كل شيء زائد، لهذا أحتاج إلى إناء ضخم. أهزه جيداً. والآن لن يتبقى سوى الحصوص، مما يعني أنه يمكنني تناوله. واو، لم أتذوق أبداً أي شيء أكثر سوءاً في حياتي. الآن عرفت الرائحة التي كانت تنبعث من فمي؟ يمكن لمشبك الغسيل أن يساعدني. هذا لم يعد كافياً، أنا بحاجة إلى رش معطر الجو في كل مكان. يبدو أن معطر الجو لا يساعد، أنا بحاجة إلى تحييد مصدر الرائحة الكريهة. لقد نجحت، لكن لا تحاول تكرار ذلك في المنزل، لأن معطر الجو خطير جداً. لكن لا رائحة كريهة من فمي. جولي، ماذا تنتظري؟ هيا كلي الثوم. لا أستطيع تحمله منذ الصغر، إذا رأيتم وجهي يتحول إلى اللون الأخضر ساعدوني أتوسل إليكم. ما هذا الهراء؟ لماذا أنت مستعجلة؟ لا حاجة للتسرع، لكن بهذه الطريقة سأتعامل بسرعة مع كل هذا الثوم. واو، يا لها من شجاعة، ويا لها من سرعة. جودي، أنت رائعة. انتهيت، لا مزيد من الثوم.
واو، يا لها من رائحة! جولي، أنا آسف، لكن علينا عزلك، وبعدها سننتهي من هذه الرائحة الكريهة. مهلاً، لماذا؟ لا أستطيع التنفس، سيغمى علي. نجحنا أخيراً، لا رائحة كريهة في الغرفة. وأنا أصبحت أفضل بكثير، هي. يا رفاق، حظي سيء، لدي حبة واحدة من التيك تاك. وأنا محظوظ، لدي علبة كاملة. انظر من هو المحظوظ. نعم، كان يجب أن أحصل على مجموعة من الأشياء الجيدة يوماً ما. ميلا، لديك أقل شيء، ابدأي. أعتقد أن تناول قطعة واحدة من الحلوى لن يكون صعباً بالنسبة لي. لذيذ، لكنه صغير بشكل رهيب. أليكس، دورك الآن. أخيراً، الآن سنحصل على هذا. ماذا يحدث؟ لماذا لا تنسكب؟ أين الحلوى الخاصة بي؟ ترك أليكس بدون حلوى. اللعنة، قمت بتشتيت كل الحلوى على الطاولة. أعتقد أنه يمكنني جمعها بسرعة باستخدام قشة عادية. انتهيت. جولي، أنت الوحيدة المتبقية. ليس لدي فقط حزمة ضخمة من الحلوى، لدي مجموعة كاملة من العبوات العادية. نعم، هذا يكفي للجميع. لا، كل الحلويات لي، أنا أحبها جداً، لذلك سوف آكل العديد من العبوات والعديد من الحلويات. شهي. اللعنة، لم تشارك معنا حتى. حسناً، أنا أعرف طريقة كيف نسرق علبة واحدة. تدام، إنها حلوياتنا. حسناً، قفوا، ألا تخجل من السرقة؟ لا توجد أدلة، لن تثبت أي شيء. الآن سوف أعلمكم درساً. سيكون انتقام جولي رهيباً. ارفعوا يديكم، استسلموا. ما رأيكم؟ لتعرفوا كيف تسرقون اللذاذة. أوه، هذه حلويات، من الأفضل الإمساك بها. بالضبط. اللعنة، لم يتبقى لدي أي شيء، استخدمتهم بالإطلاق. لكنك شاركت مع أصدقائك. قطعة واحدة قليلة جدا. حسنا، لا يزال أفضل من لا شيء، على الأقل سأكله. يبدو أن أحدهم جائع جدا. هاي، كوني حذرة، لقد ضربتني على جبهتي. سأفعل ذلك مرة أخرى إذا تدخلت معي أكثر. فكرة، انظروا. أنا خائفة، ضع المنشار بعيدا. استرخوا، أحتاجه فقط لقطع التويكس. احذري، الفتات يأتي في كل الاتجاهات. هذا كل شيء، لقد أوشكت على الانتهاء، تبقى قطعة واحدة أخيرة. الآن سيكون تناول الشوكولاتة أكثر ملائمة. لقد لطختين، انظري. آسفة، لم أقصد. انظروا إلى هذه الروعة التي صنعتها. وكأنه هناك الكثير من الشوكولاتة، كانوا قطعتين، الآن 10. ممتاز، لا أريد هذه التويكس أن تنتهي. هذا أمر أكيد، كل شيء له مزاياه. الآن يمكن أن أجدد طاقتي، لا داعي للأغلفة، سأزيلها الآن. أحسنت صنعاً. شكرا لك، الآن يمكنني أن أكل كل شيء دفعة واحدة، لن يوقفني شيء. كم هو لذيذ. من الجيد أنه لا يزال هناك الكثير. فكرة، لكن لماذا تحتاج إلى زجاجة الأطفال؟ رأسي، لماذا دائما ترمون علي؟ آسفة، كان علي فقط أن أصنع حليب الشوكولاتة. يبدو أنني أنجح. أنا متأكدة أن التويكس ستكون ألذ معهم. نعم، مزيج رائع. أود أن أجرب أيضا. ربما في المرة القادمة. حان دوري الآن. أنا أعرف بالفعل ماذا أفعل مع الكثير من الشوكولاتة. أولا سأنفخ الأغلفة. واو، كيف تمكنت من ذلك؟ رائع. لنبدأ الآن في بناء القلعة. للقيام بذلك أحتاج إلى ملعقة وإسمنت حلو. أي نوتيلا. الله، يا لها من رائحة لذيذة. أنا متأكدة أن معجون الشوكولاتة ستكون إضافة رائعة إلى التويكس. انظروا كيف تحافظ بشكل آمن على الطوب.
تبقى القليل فقط. اللمسة الأخيرة على القمة. واو، يا له من برج طويل، يجب أن نجربه حالاً. لماذا يهتز برجي؟ ماذا تفعل؟ إنه على وشك السقوط. قلت لكم توقفوا فوراً. لا، كان يجب أن نستمع إليها. الآن سوف ترون. آسفة، لم أستطع المقاومة. من الجيد أنني أرتدي خوذة لم أتأذى.